التقديمي ده لدبلومه تكاليف الفرقة الأولى مادة نظرية التكاليف استكمالا للعام الدراسي 2019-2020، ومع حضرتكم دكتور عمرو عبد البر. وأعتقد إن إحنا التقينا 3 مرات. أي نعم، المرة الأولى كان بسبب مناقشة رسالة واعتذرنا رسمي، لكن اللي هيسمع السلايدز دي هيلاقي إن إحنا بنكرر بعض حاجات بس بشكل مرتب منظم. ببدأ مع حضراتكم في المحاضرة الأولى باستخدام نظام الأونلاين والسلايدز. يا ترى منهجنا خلال النصف الثاني من الفصل الدراسي هيشمل إيه؟ هيشمل دراسة نظرية التكاليف، ويعني إيه نظرية، وهل في فعلا نظرية ولا لأ؟ هندرس بعض مصطلحات بتشملها نظرية التكاليف، والمصطلحات دي لازم تبقى معروفة عربي وإنجليزي، لأن الدراسات العليا يعني مش معقولة تبقى شغال في مكان ومتعرفش يعني إيه تكلفة، أو يعني إيه تكاليف، يعني إيه مصروف. الحاجة الثالثة إن إحنا بنطلب بحث مصغر، والبحث المصغر هيبقى في نطاق من 7 ل10 صفحات. وبدأنا نقول لكم المقالة إيه اللي أنتوا بتجيبوها، وهتجيبوا المقالات إزاي، وكانت سعيد جدا إن كنتوا كمجموعة قدرتوا تجيبوا المقالات الأجنبية زي ما أنا طلبت، وناقشنا ايه العناصر بتاعتها. فأي واحد من حضراتكم عايز مزيد بقى من المعلومات عشان ازاي يعرف يعمل البحث المصغر يخش على موقع الكلية. انا هعمل برضو عرض تقديمي بالسلايدز دي لجميع الدبلومات، لان البحث العلمي ما يفرقش بين دبلوم محاسبة مالية، تكاليف، ضرائب، مراجعة. فأتمنى ذلك. خلال المحاضرة الأولى، طالما المادة نفسها اسمها نظرية التكاليف، فالبعض يسأل هل في فعلا حاجة اسمها نظرية التكاليف؟ بقول نعم، وأعتقد إن أنا يعني عرضت بعض النقاط، وكنا بنقارن مع حضراتكم بين نظرية التكاليف التكاليف نظرية المحاسبة المالية ونظرية التكاليف نفسها، وطلعت لنا كل واحد منكم بتعريف، واخترنا مجموعة تعريفات أنا نظمتهم بقى وجابتهم في الصيغة اللي قدامكم في السلايد دي. يعني ايه نظرية التكاليف؟ مجموعة من العناصر التي لا بد من التكامل بينها، ممثلة في مبادئ تخص التسجيل والتبويب والتلخيص. طب تسجيل ايه؟ المواد، عنصر الأجور، التكاليف غير المباشرة. طب التبويب هبوب ايه؟ هبوب برضو العناصر بتاعت التكاليف، هل هي تكاليف متغيرة؟ هل هي تكاليف ثابتة؟ هل هي مباشرة؟ هل هي غير مباشرة؟ هل هي أو شبه ثابتة شبه طب هلخص، مش احنا بنعمل بعد كده قوائم تكاليف ونعرضها بقى على الإدارة. ليه؟ لأن النظرية هنا لما بقول بتشمل مبادئ ومتكاملة، يعني لو سقط عنصر من هذه العناصر الخاصة نظرية يبقى النظرية ضاعت. طيب إذا التلخيص ليه بقى؟ التسجيل والتبويب والتلخيص عناصر التكاليف. الكلام ده وفقا لمعايير لقواعد ومعايير نظم التكاليف المتبعة، ويتم استخدام بيانات التكاليف في مجالات عديدة جدا، وتعتبر بيانات التكاليف لأغراض إيه بقى؟ ما نقولش الاستخدام الخارجي، دي أسرار. إزاي أنا بنتج منتج بسعر منخفض وباخد هامش ربحية عالية وانا افضل من المنافسين ليا؟ اذا بيانات التكاليف تستخدم لاغراض الاستخدام الداخلي في المنشآت الصناعية. تعال ننقل على السلايد نمرة 3. بعض يتساءل، هو مصطلح التكاليف هو نفسه مصطلح المصروف هو نفسه مع مفهوم الخسائر؟ بقول لا، التكاليف عبارة ما يتم انفاقه بس احصل على شيء مادي ملموس ويعيش مدة طويلة، وممكن يعيش مدة قصيرة. اللي يعيش مدة طويلة زي مبنى، معدات، آلات. اللي يعيش مدة قصيرة زي المواد الخام،
تعالى ناخد كده قطاع المقاولات، اهم عنصرين من المواد الخام الاساسيه ايه؟ الاسمنت والحديد. فلو ما كانش في اهتمام بطرق التخزين المواد ضاعت مننا. الخام زي الحديد بسبب الظروف الجويه صد، ما ينفعش يستخدم. اذا ما تم انفاقه ونتيجه التضحيه عشان احصل عليه شيء مادي ملموس. اما المصروف الحصول نتيجة الحصول انفاقه برضه، بس نتيجة الحصول عليه منفعة ويأخذ شكل الأجل القصير. الأجور، قد إيه الأجور؟ بالأسبوع ولا كل 15 يوم ولا كل شهر وتبقى مرتب؟ التأمين على منشآت ومعدات. طب الإيجار اللي بدفعه بيبقى شهري، يبقى المصروف نتيجة الحصول على إيه بقى؟ منفعة. الخسائر بتقع أو تحدث دون الحصول على منفعة، يعني لما يحصل حريق في مخزن من مخازن المواد، ما هي المنفعة التي حصلنا عليها؟ ما نقدرش نقول دي تكلفة، ما نقدرش نقول ده مصروف لأنه الخسائر، أو الخسائر ممكن تكون نتيجة إيه؟ الكوارث. طيب ننقل لسلايد نمرة 5. إيه عناصر التكاليف؟ المواد، الأجور، التكاليف غير المباشرة. يعني دولك موجودين في أي منتج؟ أيوه. طب هل الخدمات برضه بيبقى فيها مواد وأجور وتكاليف؟ نعم. لذلك خدوا النظرية بتاع التكاليف وقالوا لو رحنا بنك ممكن نطبق مبادئ وقواعد التكاليف في البنوك الخدمية؟ أيوه. أيوه. الأوراق اللي بتستخدم، أو نقول الأدوات الكتابية بصفة عامة، مع الأوراق، مع المستندات، ما دي حاجات نقول عليها مواد. طب واللي بيشتغلوا ما بياخدوش أجور؟ طب ما هو ما فيش مشرف أو مدير بيشرف على أكتر من قسم جوه بنك، تبقى أجره مباشر ولا غير مباشر؟ إنما لو موظف وشغال في الائتمان وده شغله فقط في هذا المكان، يبقى ده أجره مباشر. إذا عناصر التكاليف تتوافر إما في مكان تصنيعي وده بالشكل الرئيسي، أو في خدمات أيضا. تعالى ننقل على السلايد نمبر 6. دي المحاضرة الثانية فيما يتعلق بدراسة نظرية التكاليف، فإحنا مستمرين فيها ونشوف كده السلايد نمبر 7. هنيجي نتكلم بقى على تبويب التكاليف. عرفنا العناصر، مواد، أجور، تكاليف صناعية غير مباشرة. التكاليف المباشرة تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالمنتج أو الخدمة، وممكن تتبعها، يعني نقدر نقول هي رايحة فين، فعشان كده مباشرة على المكان ده، على المنتج ده، على القسم ده، وده ينطبق على المواد والأجور. طب والتكاليف غير المباشرة؟ لا يمكن تتبعها منذ بداية دورة الإنتاج أو الخدمات، وينطبق هذا على التبويب، على عناصر المواد والأجور. بس خلي بالك بقى، وخلي بال حضرتك انت كمان، المواد غير المباشرة هنا زي ايه؟ انا استخدمت تزييت لماكينة بتقطع خشب في مصنع اثاث. طب الزيت اللي اتحط للماكينة والصوت راح وبقت خلاص سموث، والدوشة اللي كانت عاملاها المكنة راحت، الزيت ده انهي منتج من المنتجات؟ ما اقدرش اقول انهي منتج خد نسبه معينه من زيت التشحيم، ما ينفعش. طب في مشرف النهارده جوه مصنع، والمشرف ده بيمر يطمئن الالات شغاله، العاملين بيشتغلوا، بيراعوا النواحي الصحيه، مرتب هذا المشرف هقول عليه مباشر؟ لا طبعا. فدي التبويب وفقا للمباشر وغير المباشر. تعال نشوف سلايد نمره 8. ايضا ممكن ابوب التكاليف على انها تكاليف متغيره وتكاليف ثابته. التكاليف المتغيره اللي هي بتتغير بتغير حجم الانتاج او مستوى النشاط، ولكنها ثابته بالنسبه للايه؟ للوحده. يبقى ينطبق الكلام ده على المواد والاجور. طب ما الثابته تلك التي لا تتغير بتغير حجم الانتاج او مستوى النشاط، ولكنها متغيره بالنسبه للوحده. شايف في بعض حاجات هنا عكس بعض، عشان كده حطهم لك جنب بعض. والكلام ده برضه بينطبق على عناصر التكاليف
اللي هي نقول ايه ممثلة في تكاليف طويلة الأجل زي الآلات المعدات الثقيلة. تعال نشوف كده سلايد نمرة 9. وقبل ما نتكلم في 9، واحد يقول لي أنت اتكلمت على المباشر وغير المباشر والمتغير والثابت، مش في تكاليف اسمها تكاليف مختلطة؟ ولما أثبت مختلطة كده يعني فيها عنصر التغير أو عنصر الثبات، طب ما ممكن نلاقي برضو في بعض مراجع تكاليف شبه متغيرة والشبه ثابتة، وده يتوقف على الكيرف والرسم اللي بنرسمه للمتغيرة، الشبه المتغيرة والشبه الثابتة. لكن نخش دلوقتي من ضمن يعني عوامل أو عناصر نظرية التكاليف، نظم التكاليف. عندنا نظام تكاليف أوامر ونظام تكاليف مراحل. نظام تكاليف الأوامر فيه عناصر ثلاثة: مواد وأجور وتكاليف غير مباشرة. طيب يعني لو جه أمر ببناء مساكن متشابهة الشكل، متشابهة الارتفاعات، متشابهة في الألوان، مش ده يعتبر نظام تكاليف أوامر؟ وداخل فيها لما بتكلم على العمارات، داخل الإسمنت، داخل الجبس، داخل الطوب، داخل الحديد، داخل وأشياء كثيرة، يبقى ده نظام أوامر. لو أنت رحت حضرتك دلوقتي في مكان وهتاكل، وطبعا قلنا يعني الكلام ده، هتاكل بيتزا، بتدي أمر ولا أول ما تخش تحط لك أكل اللي موجود؟ فإذا كنت عايز أمر ويتنفذ وفقا لمواصفات معينة، فنقول ده يخضع لنظام تكاليف الأوامر. أمال تكاليف المراحل؟ تكاليف المراحل قد تكون في 3 مراحل، مرحلتين، 5 مراحل، برضو يشملهم عنصر الأجور، عنصر المواد وعنصر الأجور وعنصر التكاليف غير المباشرة. نلاقي في مرحلة من المراحل 80% من المواد كانت في المرحلة الأولى وعمالة خفيفة جدا لما تشوف تكاليفها. ممكن تبدأ بقى ما دام 80% من عنصر المواد دخل في المرحلة الأولى، يبقى ال20% ممكن تكون مقسمة بين المراحل الأخرى. فيبقى برضو هنا عندي نقول نظامين للتكاليف. لكن واحد يقول لي طب فين نظام التكاليف المعيارية؟ أيوة ما هو موجود، وتعالى نشوف بقى سلايد نمرة. التكاليف المعيارية ممكن تبقى متواجدة في تكاليف الأوامر، وممكن تبقى موجودة في تكاليف المراحل. والمعيارية برضه بتتحدد بسبب بعلاقة بين الفنيين وبين محاسبي التكاليف. إذا نظام تكاليف الأوامر يتم عمل معايير للمواد والأجور بمعرفة محاسبي التكاليف والفنيين كالمهندسين. المراحل بتطبق برضه حسب كل مرحلة وتتضمن المواد المباشرة وغير المباشرة. تعال نشوف كده سلايد نمرة 11. إيه مجالات تطبيق نظرية التكاليف؟ أولا احتساب نقطة التعادل سواء بالأرقام، بالأعداد، عدد الوحدات التي تحقق التعادل، أو بالقيمة المالية. أخطط للربحية، أخطط الربحية باستخدام المعادلة الجبرية. أعد قائمة دخل التقليدية وتلك التي تستخدم هامش الربحية. إعداد الموازنات التخطيطية، منها موازنة مبيعات، إنتاج، مواد مباشرة، أجور مباشرة. وده شيء من الأمور. هناك مجالات كثيرة ممكن تستخدم فيها نظرية التكاليف، لكن احنا بندي بعض الامثله ونماذج، وانتوا كدراسات عليا بتقرا ويبقى عندك افق متسع عن اللي انت تتخيله انك انت عايز جزئيه صغيره كده وهي دي بقى اللي تلتزم بيها. لا، اللي داخل برضو دبلوم التكاليف ممكن يكون زي ما انا استطلعت الراي، ما لقيتش كله شغال في مصانع، لكن احس بيها، افهم يعني ايه تكاليف. وعرفت انت دلوقتي الفرق بين التكاليف والمصروف والخسائر. لما تيجي تقول هنعمل وجبة غذائية في البيت، عايزة مواد ولا لا؟ الهانم في البيت هل اللي هتعمل ولا انت اللي بتعمل الطبخة؟ في فرن بيستخدم، الفرن هنحط فيه صينية مثلا بطاطس وفي نفس الوقت نعمل صينية حاجة حلوة، يبقى استخدام الفرن هنا مباشر ولا غير مباشر؟ دي أمور كلها. فنرجع تاني من الكلام إن موازنة
الموازنات مهمة جدا، وباستخدام كل ما تم التطرق له من عناصر نظرية التكاليف. تعال نشوف السلايد نمرة 12. في مجموعة مصطلحات زي ما ذكرت لازم تبقى عارفها عربي وانجليزي، لأن لا يمكن إن طالب دراسات عليا ويكون شغال في مكان ويسألوه على يعني إيه تكاليف يقول لك معرفش، يعني إيه موازنة مش عارف. لا، اللي حط رجله في دبلومة يحط في اعتبار إن دي اسمها دراسات عليا، يعني حاجة على مستوى راقي، يعني عايز يحسن نفسه عن الوضع اللي هو كان فيه لما كان بيدرس وخد البكالوريوس. وفعلا في ناس بعد ما تكون جايبة مثلا مقبول أو حاجة من هذا القبيل وتشتغل شوية بيجوا في الدبلومات نبص تلاقي جاي متخرج بامتياز أو بجاي جدا، فده معناه خلاص أنت قدرت دلوقتي فهمت الدراسة يعني إيه. فلا بد من، وأنا طايف سطر في الآخر كده قلت يوجد مرجع بعنوان القاموس المحاسبي التجاري ممكن أرجع إليها ألاقي عدد كبير. دايما أحط المصطلح الإنجليزي والعربي ثم شرحه باللغة العربية، بس المفروض لازم أعرف إيه المصطلح. وبالسلايد نمرة 12 بنختم المحاضرة التانية وأقول إنه طلب بحث مصغر، وزي ما قلت البحث المصغر ده ما بين 7 صفحات وماكسيمم بحد أقصى 10. وأنا شرحت لكم، قلت لكم لما نيجي نجيب مقالات وقلت المقالات ممكن تبقى عربي وإنجليزي، الحاجة اللي فرحتني إن أنتوا قدرتوا تجيبوا الإنجليزي، ولولا إن أنا ذكرت بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية ما كنتش هتقدر تطلع المقالة، وعرفنا المقالة لها شروط. ولو عايز بقى مزيد من المعلومات عن إزاي هتعمل هذا البحث المصغر فممكن تخش على موقع الكلية للناس اللي هم في سنة تانية، وأنا عملت لهم برضو شرائح يعني عددها كبير بصراحة عشان تشمل برضو كيف يتم إعداد بحث مشروع التخرج. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.